السلام عليكم. اليوم نعرفكم بمشروع يعني مليح بزاف، وهو مشروع تاع المدرسة الجهوية أو التابعة للمدرسة الوطنية للفنون الجميلة بولاية تيارت. وهذا المدرسة والله يعني رائعة جميلة جدا، يعني شوف يعني الحجم نتاعها ما شاء الله يعني. لكن قضية الفنون الجميلة هذه أنا لو نمد رأيي هي المفروض تكون فيها فنون تطبيقية، نسميها الفنون التطبيقية، لأن الفنون الجميلة ما عندها حتى فايدة، حتى ولو بعض الناس تزعجهم هذه الفكرة، لكن الفنون الجميلة بصفة عامة ما تنفعش كثير كما تنفع الفنون التطبيقية. الفنون التطبيقية هذه تشمل يعني التصميم لو ديزاين، التصميم لو لاندسكيبين. اللاندسكيبين هو لو ديزاين نتاع الاخضرار، وفن الفن نتاع تطوير الفضاءات الطبيعيه والغابيه والخضراء، هذا هو اللاندسكيبين. ويكون فيه فن تاع تطوير المدن والاوربانيزم والاميناجمون والتصميم بصفه عامه. التصميم يشمل حتى يشمل من التصميم تاع حبه كابريس حبه حلوه، حتى التصميم نتاع حي او تصميم نتاع منتوج، اي منتوج. اذا كل هذه يعني الميدان تاع التصميم هو يدخل في ميدان الفنون التطبيقيه. والفنون التطبيقيه كذلك فيها فن الكتابه، الكاليغرافي، فنون تاع الديكور، الديكور الداخلي والخارجي، الديكور تاع العمارات، الديكور، يعني كل ما هذه الفنون تعتبر فنون تطبيقية. احنا المفروض تكون عندنا مدرسة للفنون التطبيقية مش مدرسة للفنون الجميلة. على اي حال هذه المدرسة تعتبر اضافة نوعية وجيدة جدا في تطوير البنى التحتية نتاع الجزائر، وتطوير المرافق بصفة عامة في المدن، و تعطي الجانب الحضاري والتاريخي لأي منطقة أو لأي مجتمع أو لأي دولة. إذن هذه المدارس مرحب بها في بلادنا، وإن شاء الله تعم كل ولاية الوطن. والسلام عليكم.